لفتت زينب فياض أنظار متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بإطلالة شبيهة إلى حد كبير بلوك والدتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في مسلسل لعنة كارما عام 2018. على غرار أمها اعتمدت فياض قصة شعر البوب مع غرة أمامية تغطي الجبين، وتألقت من الناحية الجمالية بمكياج برونزي دافئ مع كحل مائي يحدد العينين ولمسة وافرة من المسكرة، وتم نحت الملامح بواسطة البودرة البرونزية، وغلفت الشفتين بلون البيج الحيادي. وفي تشابه آخر من حيث الأزياء، وضعت زينب فياض في يديها قفازين من النسيج الأسود الشفاف مكشوف الأصابع. وفي لعنة كارما لجأت هيفاء وهبي إلى الشعر المستعار بتسريحة بوب مع الغرة الأمامية الكثيفة، ما أضاف غموضاً إلى شكل الشخصية الخارجية وفق متطلبات الدور درامياً في المسلسل، حيث جسدت شخصية شابة تجبرها الظروف على التورط مع مجموعة من الخارجين على القانون. وتتمتع زينب فياض البالغة من العمر 28 عاماً بشبه كبير بوالدتها من حيث الملامح، بخاصة شكل العينين ولونهما. وهي ثمرة زواج وهبي من ابن عمتها نصر فياض في علاقة لم تستمر طويلاً. وتحدثت زينب في تصريحات سابقة عن أخبار دارت حول خلافات مع والدتها بقولها: لا شيء يدوم في الحياة سوى العائلة، ولا يوجد أحد بالعالم يستطيع أن يخرب علاقة عائلية مقدسة. وعن زيادة أعداد متابعيها عبر مواقع السوشيال ميديا أكدت زينب فياض: هؤلاء يتابعونني بسبب أمي، والله إذا أحب عبداً حبب عباده فيه، وعباده يحبون أمي. يذكر أن زينب فياض تقيم في الكويت مع زوجها شعبان فواز وابنتيهما رهف ودانييلا.